أزول أيثما ديسما عرقت زيو مكينخ غفاشت نعير إدفارمخ فيسبوك ويوتيوب ذي جيرثا أذون بنسعدا إجم مسور يتوقع صوم صدف نخمساني سقوسا أواني أونوري محسن فكري أواني أميرو بني رفيين داخل ولذي نمبارا أواني أميد غافق قند ثاشثين نمارا إرفيين حمتاف أذعزون خي خفنسن ذي خفنسن ذو قمسورا ما يثمى ذي السماء أكي خفيري إجن ثارفقت إمصن ذي مغنسن ذو قمزوارو أكيد نخيري موسى فتحي يجان ضمغار من هلوانا مرعرفي أما مشكين خيري ميلود بوكزيني توسننز ميلود خيرونا أكيد نخيري مص بسيط المرينين زي كاتالونيا بسيط زقوذان إجي صنعق وحواسة مغربين أوارني أموس مرعرفين أكيد نخيري ما
ماس عبد الله موي على زيت غماث نخيخون يوران بيس باسكوس ولاد نتا زكوداني ست لاعب الصنعاق المخزن اواني امو السناريف امام مشكين خيري ماس عبد الرحمن العيساتين يتجنب ماس من توثلاي ثمازيخت ذي امستردام. أزول مسافرن مزدية يتيك إن آير أقرا وأنا مور عارفي السنة 28 أكتوبر 2021 جموس سوكاس ويس خمسة سوكاس يدي توهري ومثنخ محسن فكر حيث مخزن كاميون زبر ما يميا فقط ويخشى أذي يذف ذي غير عثني يتيق المخزن يقوى التصير فيين ذي مار من يجن إرسقن غا تجارة غتب ذات قاسم الشين قاسم سا مش ما يدينا خارس واش ما نوني توقع مذن واش تقادم نيوها مشا تغاد تنقيت اكس في يدن الكاس من زين مالا نعقب شوي غاميني عدون تبذيني دي 27 اكتوبر عدد بقر 2011 أنا المخزن سيمة النس أواني غي منع المغناس غير حباس خايشين فبراير تو غادي شويت من غني لقيتي قنتي زمان سنت فونت صغيون خاسن هادي السك يجو شمكار يجن طومات كمال حساني أثيوث أثينا وزتنس عمش سنة مرة دي 20 فبراير أذي منع خمسة حوذريين فغند مساكين السن إلا من إذا سنة خمسة أخا سنحاضن أنا وين أكون يسيريا هذا سنوين تمنوت عن غن هذا من عن عريم سنسن أنا وين غربانكو هذا السكان تمسي حما هذا ساقات تمزي كنت مني بسرح ينمي اللي أنا وقي ودنينا تودي شفان قوات من غربانكو قصد الشان غن قاروه من عين السنخ واش مستوى السن زنقان زي ممكن تساق عن منوية من نامز الصديق واش دي ناومي وقع واش ثغت من تشجل الكاميرا يوقع واش ثغ مليون ما مليار تمسرين نشوف اني يري فين توانا تنتظانت سنق في 2014 وما سنخ الشجر جيجن نبارج بوليس تخلان حسيمة في مصريين عادي نورمال ما لانش من موت فخذيك قاعد وشاد لكار من موت فخذيك قاعد وشاد لكار من موت فخذيك شكرا ما ناوي قاوة جبو معقول سنو ما لش ما عرفنا ما دي عصب بنا الدكة نحقو هذا سيني قاش كي غير واش لاكارت قاش كوي يجي نوزي عريف قاش ميسن تمو عدا قاش كي خصني نسمع من تاني وزن خاص بس باش مين السنة نو من عند الكوميسيري غم قالو يموت منا نهني نلحق يعور يوضى ويديم يموت مش رايي نورمال لا مستك
غير 2015 عروس الراب تغناش احفظ ري تغناش شنو نوع الموسيقى تاع سبحان تاع جي بي سنين حضرين مش يصور كيخ في الناس يصور خريف يصور خوال عارفين يصور قسم سرايين يتقن يغص يسميه جا يرمخص هذه توخطف مش عند ثلاثة خاص وقع الطاس نحوجة قطيع رباطة قطيع فعال دي سمو الجزم فعال دي سمو بعد عدو مش ثلاثين سيمانات هادي فا وفينت يرغب نقول وقو اشتشف اميكس خاريمس باين بتيب سرين باين لانه باش السرسقان حقاق اذا الشيوان موسيقى مهم تيب سرين هذين لكن تيب سرين باينين وخاصنت ريفين تورنت تورن شبو من غا شو من غا أصله فاز قصنا بعد من الصور مثلا هو السواني تي محسن فكر يعني ديت واحد وعندس مش نخ توش ديش نقيت كيس في نركز ديت فوني ريفين وقت مش هوا اسم من غصب عن عوز من غصب عن كيان كور وماشا زاد تقرا خا من نيخ ديج دروس مرا كادي نيخ مار يني امي وقعن ام خم براني خي يروح الضحية النظام وانيتي فان مي خازون عزون خسيت مين وقع نيك زاد ميمي داخل السحقار مخزن ميمي عزون خسير عزون خ العدالة عزو خي الكرامة عشا سبع شهور مخزني خاد مشهور تعزم قصع الساس شي نعمي سوشيال وردر مايكرو يعني سني خانت تاتي حمان فرنسا ليش متخاري فيه واني منع الحبسي منعيد واني دياور دياورت واني مهندير بحي مول واخارة يمني قيما ورق نقاطس الكخوموجي إما العتابي يموت وقاطس انتو ما تموت سرقزني الكموجين إذا تغد تشقن خيري فيه واه وما لأن ابن معماس وانت تايخ فنس إلي فين جان زير بدا عنداني خفنسني تما يوينات هذا الزرم غير موت نقا هذا يدوز تقسن تودات تنتي تمسرش نورما تشبط وينات على عقبان غاتو درينسان غزع الستة وين وها يا ممكن شمار هذا ما سنق شوية الحالة موقنا ولكن ستة في طمع الزاك ديس نقان الشين تسمى وليو باش هذي نتيري شوي نتيت خميني بمسارة المخزن لخا حواسة مغربي يخضع عمود الحباس تو ينتمنوت بوحبر يري فيه حما أنسقا و سيد تقع نسوني خمي عبازت
شحجت غمقارون الدقس لأنه يمكن مش حارقة 5 سنين 10 سنين 20 زقوسة وقم لو عمود تسيب جوز مشى بنادم عما سديتو غادي يدق زي يدق صغم الكارو سويا أقرأ وانا مور عارفي إخذار أبريدنس أبريدن الخدمس نسوجز نيمار انتوش أبريد إكسين سيم سرايين إذا غيت مساران سجن نغزرات نم شبط إك وحوة سوانيت سسقاقب غريقنوس والمحاكم غمر من ابن زما بنادم عارفين اثيك حما اخس شوي نابريسيو سغني نشين وعبز لعل وعسى اناوض انك منا زودي مهمه أنت سيوار نيث ثم وعنده اتذت ستو ستيني سبقوسة سبقامية نزور سدو حواسة عم غرابي واني كيوالو تغوى يمكن وديني بوش حاجات جارياخ غيخفنخ أدس نخارس مشا أنا الزين عريف إديوسين أواني وحرين دومت نحن حسين فكري إيجاخ أنغزا دي المرايز أنغزا كيخ في النخ بلين لقاق دي عاين وغاخ والو سويا القار مارا والمون وتبوذ مون ما رجيجن ومبريد لا أذمونن يني تمسرقان وخارس جارسن لأن أبريد يزما ديريا وتشبو دي الجن مشا ماني غنوض يمكن أديري دي الجن وهو عريف أديري نخفنس السويان تاروانس حما غاسيرين جنتشوني جيمرنس سويا قارفيين وغزات شا انقيم ربتا نساور خيم خاوة خيم خنبار نروار راني انساور خي خفنخ زيرو خد ساونت مران قشات نكي نشي قشات تسقيت شان تسغيميت شان تمسموت شان نقبا مين ميد جان يخسر بدان تخرس بلي خسخن بنا يخفنخ باش نزمار انفرض يخفنخ باش يغاخو وني غير هاوس لا تخيني اكسي شاشن وحتى خيني ويسينشا أم خمبرن سويا وقصة وانيتي انتجا أنو شاور يثومة نخ إيري فيين ما يسمع ويتم بيه مهم أذي يري داري فيه ودي سامدوس نعرف يمار ريفي
اللي ممكن الشاشن بخار سواني تي أدخار سن دي مين يعلو أدا خوشن ممش توارا الخزمس دي مين دي كوان أكي مصافات خدا أكي نوجخ إكتو ما تنخ نغني إيري فيين إغيوشن أرينسن أتقدو أزول أنا غميس نرمكت سنيخ محراين تومت محسن فكري مش زريخ ذي عنا ذي الحيوض فيسبوك نواتصي مدوكالي يدي فسان يعني الحدث ني وني ذي ميني مسان وزي سوع ناس يعني نمسا واضي يقرح باب الناخ ذي مدوكالي غاخذي عريف نسقسا خمين خمين يوقعان ديني داك شهر حن مرة ما مش توقع ديني يعني إنسان تفاصيل ان رخبايا واني تانيخ ونغميسة ثشيث نيخ ميزي تحس دي الساعة تاني تحس دي يعني سجن سحقة سجن الحقرة تحس دي يعني سجن دين يجل الكرة نيخ يجل الحقد ما يمحمته في ضياوض بنادم أذحري يعني يجي الإنسان س الطريقة نيثني خصا كيري يعني يجي الحق يجي الكرة هي مغام مي يقصح مش تواريخ نش يقصح يعني ثالث عادي هذا سيق الموت الشانيع يعني واخذ ذي الحيوان واخذ الحشرات واخذ الزعمل ما بالك يجي الإنسان نغني سويني يعني ما نيس حساش يعني سجن سحقان سجن الحقرة معايا الطاس و يعني يمكن أبي يريد السبب زي الأسباب إذا خيجين بعد أن شي يجين هذا الفخ ذاني تاذي ذي أوروبا يعني واني وفوق واني وفوق تومة النخ يعني ذي عارف خمس وارو خوف يقع وفوخ خمس سنة وين غير محسن فكري ما يمي مش قان اثنين بدقة قان عظم التحقيق ولكن عظم الملف ولكن مرة ندور غاسنا ذي لنا فطاس الملفات يعني الشهداء يقيم لحد الآن عويسين حد مجد التمساورة من يوقعان وانا سيث مثلا غادي يعرف فون يعني غادي يوقع حمتا فهذي توحكم غادي توخطص والنية يجين رمون كاذي ذي ثومة النخ محسن فكري الشهيد وتمنى ياسني غنت التياس على رحمة السيد عبي وتكزي الشهداء الصالح إن شاء الله يعني وعناس تشيذ يعني سجن تشي سجن مسؤولية يعني ورش قادة سيخسام الصوخ المعاناة تثينا الصوخ يعني أكاف سوانيتا يويدو ذن ميدان سويني ثاني توران شين فاغ يعني حمتا فأدن السيوض يعني ثابرات اني إيذاني تا خصوصا أدنا الطاس نيري فيين تعيش ندادو جروبا حمتا فوانقا أزينا مقرانا إتعيش ندادو جروبا للناس نستغل يعني الوجود نخذي ذي ثموريا ثاني تا أد استنتع يعني ويدو ذن غني حمتا فا كي خصوي زدن حمتا فا كي خصوازان ذي ذكاف صانخ ذي المحنية توغي تدعى عارف ذي الساعة تنية في ذتوها يعني ما مش ندع ذانيخ ما مش توغى الحيراك خمزوارو توغى ذي نجن الأمل مغا توغى ذي نجن التفاؤل أخمي يعني توغى توريد علي فين يفقد قادس يعني غير فين فقد زقيش نسوبات نيخ زقيش نيضس توغى يعني واني هم لا يعرف الأولى توغى والسن من يتمسى على من يتوقع يعني أخمي غير فين فقد سن الله وراني ثني زمعنا ذيرين ذو قمشان محسن فكري سن الله راني ثني أي كان يعني مريان يتشل قمشان فاميليان سندوم السن يعني هذا سيوقع نفس المشكل سويني تغيب هذا يعني يجن يجل أمل يمغى أنه إريفيان
فقان دي ريفيين يعني وعاني ريفيين سن من من ينقم غنين يا استمازيخ. ثاني عاوضي مثلا خذين دي عريف وعني تعزوث وين غين محسن فكري يعني السنين اللي قد شبو محسن فكري ويتمتان قائري في ينسكوش يتمتان سويني سقع ذن زي زوك سقسين محسن فكري ذورن عزون ورن نتاس عن صندي وطسن نحو اياج فغن دي المسيرات فغن دي الاحتجاجات فغن دي ذي الوقفات حمتا في يعني تانيج العيش الكريم تانيج نتو ذا حسن زيه نتو عيشان. ولكن مع الأسف وفي نفس الوقت نشي نواخد يوسي شي يعني غريب نقود يوسي بوشي حاجة تغوط نتريجي دولا وست ستيج بشا وإنما العكس دولا حمتا فتغزا أتخصى يعني غنقروا حمتا فتقني خات أتوش إريفيين من عزون نخمي خصويون نخمي غاد أفغان العكس واحد خصات تمانية هذا هو كراح ومتاب أتسقى الاحتجاجات النية ومن بين ماني النية قزرين مرة روروف روروف نعسك هذي قشلي وني غاد السوار عارف يعني خمي أغميث تشيد يعني ذكيج الحارة خميث كود غاج العدو اللدود وثمانيني يعني تأكد يعني الحقد اني واني تأكد يعني الكرة اني واني تقاس يعني ما يعني ما وذنا استحقنا لازم نتسقد ما نشتو يعني رأس كا ما وذنا يعني استحقن يعني المعاملة ثانية تا وانا سقزري مني توطفني ثمثناخ والسانيتا يعني نسيت تمثيل اللي إمارة ويقي من دي الحبوسات نسيتي مثلا دفون دي أقرب وقت ممكن إن شاء الله وثير لي إمارة أيث مثنخ إن شرف لاخ الحراك لا قبل الحراك المطالب وتوحق نتشا وإنما العكس عانين يعني الزمن منيني وعنا سوق عن الاعتقالات وعنا سوق عن ثقع ثورة إيري فين شيء كذا ربحة شيء يفغى ثمو ثندا من نقنين براي عارف يعور زي عارف يعني السخوان عارف واني وسخوين عارف يغدي سفكان يخي إذا غدي سدارن والسان يعذون ميم السياسة ثاني تام واتشبو التمزواروت يعني مري ميكا دوري في هذي سوي خصقاف الناس توقيع نفس السياسة نقانت تعنس قابو هم قارون عزم الناس ثورة حمى تفذي عوار حمى تفذي خرا حمى تفذي جعريف يثاون مدن أداس نذي سعيش منو كان رغيت زي زقفوغين قان زمعاني نيوه وخا ونقابو اللي ونوه بوغا من توغان يعني عثي على جرني توغان توعجا ولكن أفقي الحمد لله وخي من ذنا الطاس اللي فيين دي ساعة تبع على السن يخفن سن السنن من عنان السنن يعني إلا نهني ذي ريفيين وثا يعني ذي جن مكسبي مغاني ذي جن غيتش ثا تنقرانت و إمر نعرف من غني نذكي إمر نعرف إخس دير ذي خفنس عارف إخس السويان طاوانس و في زمان كنشين يعني ذي ساعة تثينا نكمر أنسفاقي ثمان خيريفيان أنحاول ما أمكن أنسمون اني خان قضاخ خصيصة اني اذا خي زاع اني خي اذا خدي سخرق زي جديد المخزن يعني السياسة المفرق السياسة اتري العادة وجعيري فيا عند القبلية الى ذلك
مالي اني باش توريخ دي ساعتين زما زي سنعاون عارف النخ وثاني عوض نصي نقيم نصا وتثبرت النخ ذا المعالة النخ نقيم قارس نويدو النغنية ذمين نعنى نشين ذمين نعزو ذمين خف نطفى ماني غادي نيخ أقضي إمارة أزو بيت نت نخمارة أزو بيت نت نخمارة غيس حسن فيديو يا وانيتا ومزوارو تقدس المنظمة النار إن آير زما يتقن أنه زبدن والذكرى ويس خمسة الاستشهاد وما سنخ محسن فكري تقدس أنه شيني فرصة أخرى نشاس سيور خذيني خواري نوز نخذيني خرق زراتي نومش غزا خات مسرين نخمش عيش خبعداتي مسرين ذي الديبار مش نعيش الحادث مش نعيش ما بعد الحادث تقدسني المرات بألف أقصديني غشغم زوار وأنه تسمى المفتي السجين ومثل محسن فكري عفوا زعما واجبوت جا يجمونا في جن يجن يجن مقصديني يجن يجن تأثيري تسمى غيري فين وحسن بالعكس زعما خذيني انه يتوا مره ونتران قصص ديال العالم ما يكمل مره ونتران في الطريقه اللي غتيا لي سجلوا مثلا حسين فكري انه جيت نسمى على المستوى النفسي انه يتم تاسفنا الطاس لانه لا يعقل انه تنغض اي انسان انسان بالطريقه اللي البشعه انه تحايد كم يوم فرد فما بالو كان شي يعني من الاحساس خايرين شي كديري فيا نتمنى نغزا مثلا يتوحش الطريقه اللي ثني وارتباطا اقل علاقه غير اقل مخزن يعني نسمي دي تاوي تسمى مناني لانه وجبود الاغتيار وفقط الانسان بقدر ما انه يتسمى ديج النتاج ديج علاقه فقط غير شي كيري فين اقل مخزن زقومي ما خصني نزقو في 1956 لحدود الان تاع العلاقه تسمى الاضطهاد يتمارس خاخر مخزن الاضطهاد الحقره ذي القمع تعامل تقريبا تسمى مهم والسيخوما المصطلحات الكفيلة إذا كانوا وصفي تسمى العلاقة نثني ولكن مهم ذين أنه ذين النظام حقرة يتمارس خيط القمع ذي الحقرة التقتيل التاجير جميع أنواع الاضطهاد الممكنة يتمارس يسن تخيك ذاني تا ذي تجير ثني ثني ميوقع الحدث ني والني الذي نتأسفه له فند الجماهير الشعبية ما عرضي يتم ذي الحسيمة بالدرجة الأولى لأنه يتم منطقيا دفن سيرتو انه تما ديال الحسيمه ذي نجم استعداد دائم للجماهير انه ناظر لاخر حق نسن ووفق الشروط الممكنه فوند ايوغانا صغويا ضد الحقره ضد الحقره اكيد خاص ايوغانا فوند صغويا دي جي ثني ثني ما بعد جي ثني ثني ضد الحقره لانه تما غوم كارو ميمي قاخت اكيد انه فوند ضد الحقره لانه وانس المسار يمكن يروح دير بعان تمسرين تنغني ونركز شيخ الحقرة نيثني وبالتالي فوند الجماهير قاش مش لزاخ نشغل تمسرين فوند الجماهير تغوث ندير المستوى ولكن مع المستوى اسم الآخر أنه طوغو آخر ديش تنظيم ريفي ولو تنظيم ريفي وذي نقوش أن ألية تنظيمية مازي جا ممكن تسمى تواكب الوعي ني الجماهيري نيخذ زوينة الغضب ني الجماهيري وتغي واكفين على المستوى التنظيمي وهذه نشاف لأن تسمى من فرق سياسيين معينين من اليسار ومن الحركة الأمازيغية ينين شوية إخوانجيا إلى آخره إلى آخره ينين بالنقابات ولكن وهذه نبوش شان تنسيق مثلا جاء تنظيمات نخشان التنظيم جديد ممقرن يزمع ذي استوعب الحركة وهذه نشاف وبالتالي يعني يدور النظام أنه تسمى كيريفيين نتنظر وفق المتاح المتاح ذي اللحظة التنية سنيت مثلا مرة كنت الجماهير خصها ناصر السفزافي يعني ناصر السفزافي تغدي الحل ديال المرحلة الحل ديال التنظيم شو غادي نبو التنظيم نخضايا بريق كقاش يوقع النضال وفق المتاح المتاح ديال اللحظة اللي ثني قادي ناصر السفزافي ممكن هذه قوة الحركة الزيسني كشان حاجة الزيسني ويا غزيس وفعلا نعيشي تمارة الشخصية زي رمتيب مثلا او تانيا نتو غادي نجن مش شخص ذي نيخ يجن التكامل جايري في المعرض المرحلة اللي ثني أواني مبدا الحراك أنه كوري حاول ما يمكن أنه زي المنطقة النس أديك في زمان في آخر المطاف في تيري نظالي تسمى مش شخص على مستوى عارفي كمر ولكن
واخا مثلا الحسيمه وغاس نراديج علاقه تنظيميه قبل طيب نخ بنتي ولا علاقه تنظيميه قبل نظاني نظا ولا علاقه تنظيميه اجيت باش نخدي الجبال نخدي ولكن تو غادي نجي النوع عند الذكاء الجماعي جعل المناطق مار انه نحاول ما يمكن مار انه نجيج فعل نضالي ريفي ريفي تسمى سابق في الحقيقه هذه التاريخ لانه مركات وزاد خوتش غاخ معارك ريفيه تقديمي ديال 84 58 الى اخره ولكن حسب المعرفه كان الحراك نعرف تو توحس لانه تسمى على المستوى الخطاب النس هوياتي تو حراك عارفي خطاب النس على المستوى الجانب الهوياتي ديال خطاب الحراك تو تجيبو مغيب مستوى خارج شو نسيو ربول باسم مثلا ايديولوجيات مستورده نخ خطابات مستورده نخ مشرقيه نخ غربيه نخ شن حاجه نخ يسار نخ انتي تصور خطاب زاري في انتاج تما اسمه يسدي العمق نعرف شوي يسدي زي الشاق نخ زي الغاب ولا روح تاركوماتي روح تاركوماتي روح تاركوماتي الحراك ولكن الخوش مي راه خصك تسمى تخرج النوع لانه تسمى الحراك قد يجي تجربه عظيمه تنقرا تطس في الحقيقه تكشف انه نستفد مجموعه من الدروس تطس الدروس وجبو ديش يمكن لا يكفي جن فيديو نختار تسوخ الدروس المستفاده من الحراك ولكن ندير بعض النقط نشتوريخ انت تسمى اساسيه مثلا دي التكتيك نشتوريخ كشخصيا التواريخ التكتيك الحراك انه يتغنتك مثلا اشكال نتار نفس الدقور غاسو زرين نتعقبت بعد سيمانه نخ بعد 15 يوم نخ المهم نتشرق جا الاشكال ثاني تاج تورخي تسمى من بين النقاط اللي يستغل المخزن انه تسمى تساز لصالح نتا صحيح لانه الشروط تشغل خشي زيت نظر تيني ولكن حتى المخزن يستفد النقطه هي ثاني تا انه تشس الوقت مليح هذه السوج دي خمس مش غير دقيق مع لانه المخزن مالك كتغزال غادي ديبارك غاسل التيباك للتعامل الحراك ولكن ما غاديش معيش لا باز دي دوني في الحراك معرض نشطاء معرض وناس يقد الخطه للعسكره ما خصهاش ينيخ دي جميع الحراكات مثلا نروح نجيج نقرا احد الشعوب نغني مثلا دي تونس دي مصر دي سوريا دي ليبيا دي فرنسا دي جيلي جون وناس قاش نشرح انه جميع الحراكات ام الجيتيرين تسمى شعبيه نعم تيري تبع جواني تن اشكال نضاليه تريد نجارس نروق تطاس في الغالب الأنظمة خاصة تسيطر ونجحش هذيك الإرباك الأنظمة لأنه ما يميقعش يتشاس فرصة النظام نيونا أنه يعدد الأوراق نسكتا بار كونتر ما تروح مثلا غاليبيا نخ الحالة تونس نخ الحالة مصر يجي جغاس أشكال يومية 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 وتجي الخصم ديال النفس كون ناقين دي الساحة يناك جين تما مش قاعدش انه يمكن تغيير ولكن المهم وظن على الاقل يمكن اطاحه بانظمه يعني وني تقعش شكا ديج الدرس معين طالا نساعدو سبع شهور النضال الطريقه هي ثاني تار مخزن يخدم ديال الجانب نسق يجمع معطيات يجمع جميع المعطيات خل المناضلين مره غنكارو اعداد خطه للعسكره الناس ويستفد سبعه لي بوين فيبل يعني خصنا نس نقدر اربعه المعطيات مثلا ونادرا ما تمت اثارتها قاعدش شي مثلا جا جارن خكيري فيا اللي كان نشاط الحراك مثلا هذا خي استغل ثوريق الخوانجيه هذا يعتقل عيشان دالو هذا يعتقل مرتضى اعمار وشن يجزيسني جن بروباغاندا على المستوى السفارات المغربيه يجزيسني اثنين يجزيسني جن بروباغاندا مغار مخزن وجب يعتقل هنا مني وقال مخزن شي تسميني تيك يعتقل هنا لان شي حوايج جزيسني بروباغاندا يتسوق ذا اوروبا الدول المغرب قارس باللي خا الحراك اللي قاديس ارهاب غا داخل شي مانيه تقريبا كل شيء وزن تويري ونفس الحقيقة اللي وديني جوا لكن هو استشهد لما نيت وجهت المغرب على مستوى الكواليس السفارة الدول الوزارة الخارجية إلى آخره مجموعة من المعطيات يسمى يتحرك أي منطقة يجمع الله باز دي دونيس شحال يعتقل إنه بدأ يقال احتمالات نسكر شيء بدأت الاعتقالات ظالم الحقيقه شو بدات الاعتقالات تسمى يفاجئ جن معطو جي فاجئ قاش تسمى يفاجئ خمار لانه تسمى وسجد وحسب مثلا ديال الموقفه مني انه دي ضامن المعطى اللي ولا ظهرت شي حاجه قناه عائله المعتقلين قوجبت وجه سياسي ولا بغات مسؤوليه سياسيه في الحقيقه بدات تقود من الاشكال النظريه يعني اذا انت شويه نشد تواريخ تعاود ثاني قاعش دايس ما يجب تقييم مغطس لانه تسمى النقطه ثاني انت شويه تواريخ تسمى سيخن تغطى ديج النوع من الخلل وجي قاع انه غاس نبور حق النظر نخطا ونسنيخ وغاس نبور حق النظر نظر ولكن
تما واش مثلا عائلة المعتقلين مثلا حاليا تما تحمل المسؤولية ان المسار الاعتقالات نيمار ما يفوت النتائج جدوين؟ جو بونس با، لان اصلا واحد التوجه السياسي باش تحمل المسؤولية السياسية اشخاص العائلة توفق، وهذا في حد ذاته شنو راك تسمعه ثانية وجب تقيمه وتسمى المستقبل، لانه نتحاول ما امكن ان نقيم المستقبل، يعني نقيم الماضي من اجل المستقبل. ولا هذه الحالة من مي بدات الاعتقالات، الاعتقالات تركز مثل الحسيمة في الحقيقة، حسيمة يمزوع عن الحسيمة يمزوع، لأنه يسمى المخزن يجيك كتاكتيك عاوتاني حتى الاعتقالات مي قا يعتقلي وداني جان غبار على الحسيمة دي، يعني غبار على إقليم الحسيمة اللي نتجو غير زي شي عزوزني يعتقل لأنه هو لغة سبول حل نغني سينو يسمى. ولكن ويجيبو الدقني اعتقالات مثلا دي النوضة مثلا نخدي الجبالة نخدي شان منطقة نغني نفس الطريقة اللي الحسيمة اعتقل تقريبا اش معتقل ما يمي، لانه المخزن شغاس قراءة تيازو سي تشبو الطابع الريفي الحراكي، وخا دي الميدا تغوص الحراك الريفي تيازو تحصر من احداث الحسيمة، لذلك يحاول ما يمكن ان يوقع الاعتقالات دين دي الحسيمة وهذه يقمع الحسيمة المناطق النغنية وزن يقمع شخص الدرجة نثني، ولكن يجب تمثل نفكي، لذلك تم استعمال البلطاجات وين الاساليب النغنية ما ينغني ونستعمل انشاء دي الحسيمة الحسيمة للاعتقالات، لان الحسيمة غاصبو المشكل لانه يقع احداث الحسيمة بالمقابل مرة دين عدد نفس عدد معتقلين دين النهضة الجبارة قد تفيخ بني تعبيرني أحداث الحسيمة تسيخ فنسي تسيخ فنسي الشديس تيعزو تحصر مني خصت تقيم أحداث الحسيمة، ومع ذلك قاعش تغذي حالة اعتقالات رضي النهضة رضي المناطق نوني مبارة أقليم الدري وش رضي كل شيء، ولكن تني كل حالة قاس ما يمهني اعتقل بين يم مثلا مثلا حالينو سنة 22 زي 7 جينا يد استدعاء خاصنا نجير صومغاني الى اخره الاحداث اللي قدر وقت اللي ما رانا في الفيسبوك، ولكن شمن اللي تقين من اللي تقين الاستدعاء النيوني جابوا لي انه واش فقط النشيط الحراك، وان كان شي نبدا خطوه نتعرض للمضايقات الى اخره الى اخره، ولكن دين سبب رئيسي، السبب الرئيسي هو انه جديد ذكرى تخليد معركه انوار 2017 اللي غاس ممكن اشكال نضاليه مع عيد العاشر ديك 30 يوليو ديك عند عيد العاشر ديك وقتني، لانه دي بارسيلونا اصلا توقنت ستان بشكل نضالي ذاني تا ثلاثة القتاثة ثلاثة القتاثة اكيد خاصني مرتين الالف الشكل اللي نعيد العاشر دي توقن دي بارسيلونا في 2017 ذي الفكرة هي اصلا توجي على مخزن الطاس توجي على مخزن الطاس وتقال مجهود انه الفكرة اني خاصها تمحى بمجرد اني الكلمة اني ثني يفوت كولونيال الدارك الملكي ديال النظايا عزو تخفي شخصيا او عناس مرض غير من القراءة الساحة ذانية دي اوروبا اتسن من دا يوقع عني تسمى دي بارسيلونا بالخصوص غاث من يوقع عن 2018 و 2019 و 2020 و 2021 اتسن ماذا يعني ما نايا ربما طف مجموعة عن احداث و سنتباس نتقديج القراءة ولكن قاعش مرض نتلقى تسان اتسن خذني تما يعني الدور من الشكل النضالي ذي الفكرة أني أنه الحتج دين عائد العرش ماذا تعني بالنسبة للمخزن عرش يسمى تغاثي توجعي ثلاثة ولحد الآن عادي يتوقف لحد الآن عرش لحد الآن عادي المخزن يتوقف أنه تدور فكرة يغى الساحة أنه يدورني وذان تحتج دين عائد العرش خل نظام الملكي المغرب سواء أن دور أوروبا يخذ يعرف كيف كيف وذو خذ أوروبا يتوقف بزيه مهم قاش جدوى السبب اسمه الرئيسي اسمه النقطة التي أفضت الكاس بذي الملفين ونش صافي وقع لي استدعاء وكيس بني وخا انت ميزن بنطيب ونعزو ونقل اعتقال دي المرحلة اني تنيدي بنطيب ولكن لا والو ما لا يوحدي الفكرة هي ثم تنجمع باللي كان قال فينا نشقيق الاختيارات انه لانه اصلا قال بدقة ثورة قاس ما عليك تقول اول معتقل قال الله حماس اللي مخيخ فينو اني تنسيني غير حبيب اعتقل ستاي لانه خفي بنا القضية ولكن دي المرحلة اللي تنيج السياق النغني اصلا غاخ ما يزيد 350 معتقل على ما اعتقد مرات تعقل خمل حدي اللحظة اللي تني بركي تشوف سي الاعتقال تشنشعه وشي حاجة اللي قد تعتقل قاش يعني الاعتقالين ودي يعني ولو يعرف بالمقابل يمكن تجد يمكن تفتشن الحل النغني التعرض بعد زير حبسنا بزوار وزائد انه ممكن تقدم شي حاجة يعرف ما تقدم زير حبس لان اصلا الحبس قد شاي الناس يشفاسي مغنيس فوالا نش بحكم دميس بن طيب قراش غاري حق ذات خامري تشدير وقت اني غاري قد تخص باسبور وغانا نورمال دخل خطة نشت الحظاني مش هذي ترجع شغاس نراح خاص المخيخ فينوش وصف خامريتش نس الله يعان استعدوا من استعدوا دي مريتش نتكافيز الى اخيري في اتاك المطاف اقي اخذاني تاس صافي ذهني انت المهم بقاش ما هو شخصين وقا شخصين وما عليش ارخو
ما راه خصكش يعني غير تسمى يجن فكرة انه يسمى انه يتوتر حقا في السؤال هو التاسيمان ما اعرف صحيح راك نعرف ما يوضغ الاهداف الناس ان هو يوضغ الاهداف رخونش قاشمي الزاخ دي ماني اشتديني بكل صراحة الحراك ويوضغ ويوضغ شغمي قاعد يفق الحراك يفضل يسبد الحقرة وتثبت الشاب حراك يفضل يثبت الحقرة الحقرة اني عاد قائمة لحد الآن وتويت شاب ولكن الحراك يحقق 4 مسرحيين إيجابية يا الطاس ولو أنه جبتني للأساس مخدي في الحراك ولكن هو 4 نقط يحقق في الحراك أنه ربما خانش وطغايدنا شوني طغو وانت غير عاد وانت وخيش 30 40 سنة ولكن هو ضيث الحراك في رمش تعيد من عنده الأهداف هنا هو أنه يعرض القضية الريفية للنقاش يعني تا 50 سنة 60 سنة ترى مخزن يخدم خاص أنه سيقل إقبار القضية ياسر ذوبان دون نيز تاريخ نيز كوشي في بلاص لي 7 شهور الحراك محايس مرة السياسة المخزنية كي قال 1956 حتى 2017 7 شهور يكسر سنة الحراك دي زيرو وبالتالي حقق شي حاجة بالنسبة للتاريخ أنه إيجابية يطاس ولو أنه التضحيات راني سنتي مغانت ولكن حتى القضية مغانت التضحيات مغانت ولكن القضية أكبر بكثير تسمى وبالتالي تجيبو المشكل في آخر المطاف نيز التضحيات ثاني تاي تسمى ميخصاش يعني تسمى روم ديارو انه تسمى سيتيم انه تسمى مادام يتسمى رخ الطفرية الايجابية للنضالات اللي كيكا الحراك نعرف في تاريخ النضالات الريفية بالمسار سنت غير المستقبل سيتيم انه تسمى سلعة زمارفية ذي الذكاء انسن انه نو يغزى ثكتا انو يغزى ثكتا والمستقبل نعرف قوتي تحديد ريجن اش تغا حدد نيري فين سي خمسن مرقين فوزك فوسيري فيه نظرا وفق ما هو متاح في النوع الذكاء ذي النظام سن مؤكد انه نوض وفي اقرب وقت نوض نوض الاهداف النخ نوض الحريه النخ نوض سير اللي النخ ايوزي يثمتنا أزول ثومة مرة أزول يمكن نخي تبعان نخي ويكيخ يسوزاد أن قمسة قعرة وقامانية أمشي سنتقاد الطاس إي المنظمان إني آير إذا خيس نجوان إذا خي عاض نجد وراء النغنية ما حند أنسي ور تجربة إنو الشخصية يعني تجربة النخ الانخراط الحراك القضية اللجوء وعراق زي عريف نخ التهجير ومن تعرض خاصة دي المناسبة يا ثقماني المناسبة لاغتيال الشهيد محسن فكري تاجديج المناسبة وخا توقع ب 2016 عدن خاسيس بموسى ولكن عاد تدعري تعاد نهارا عاد راح ريق الناس ويزوز الناس عاد تشكيل نهارا لان عاد من خازدين تجان نختا دعيات الناس عاد تعيش وحتى الاسباب عاد تعيش انت الى يومنا هذا انشات السيور تجربة ربما تلي تجربة شخصية ربما تجربة للمنطقة نغنيج الجزء زي العمق نعريف نيخ تجربة مرة لأن تقريبا رغم تسمى ذين هم سلاين تختلفنت ولكن طيب من يجان مهم نيخ من يجان هو نعيش مرة كنشطاء نيخ كارفين قبل ما ذي تسمى السيول خ تجربة إنه الحراك ممشي التوساد ممشي الخارطخ للحراك نخ من يوقع من بعد وجين بعد الحراك ولكن تسمى من يوسين كنتائج المعركة يا الحراك ثقمانية أزوج خرج الملاحظة الطمزيان هو تسمى الأسباب الجانبية فينا فغنا نظلم نخ فغنا ذا صغير خر حق نسل مش تواريخ انه تسمى ذين إيريفيين كسين يجي الجينات مضادة يجي الجينات المقاومة تسمى عبر التاريخ لأن جذور النخجة كسين الجينات المقاومة قوم الاستعمار قوم الغزو نشين كذلك زقوميد نعظم في الطاولة النخ نوفا نتعيش الاضطهاد نتعيش الحرمان نتعيش التهميش نتعيش الإقصاء نتعيش الحقران نتعيش يعني
وبالتالي تسمى الشخصية النخ، الشخصية البنية للإنسان الريفي، تنتوجج المضادات مقاومة للسياسيات القمانير الأفعال ثنان ربما ممكن أن تسمون جيج المصطلح جيج الفهم هو المخزن، يعني مضادة مقاومة إير مخزن. بخصوص الجريمة لاغتيال المحسن فكري 28 جيف 28 أكتوبر 2016، قبل ما تدخل على الحدث هو قمانير لا بد العقبة يجن 13 يوم قبل، يجن 13 يوم قبل وبالضبط عام 15 أكتوبر 2016 توقع يجن الحادثة اللي خيج الجريمة وتختلف شاخ الجريمة لاغتيال المحسن فكري. الجريمة هي قمانير هو الاغتيال لجن التلميذ حمزة الرزواقي. التلميذ هو قمالي اغتيال في المخزن، وخا تختلف الطريق نخ البشاعة عن الجريمة، البشاعة لأن الجاني تغيمة ذي الجان، الأسباب تسمى تغيمة ذي الشتان، وخا ميدين تختلف هو البشاعة، وما يشتو عليخنش أنه تسمى ذي البشا الفرق، جاي الجن حاين تو كاميون وفراغ، ذي الجن يمضغه الله نسبيطار، لأنه يروح باش توقعس أزمة صحية يروح هذي يعالج ويوفي بالضيف. انت كان من المفروض انه يدير وقت ينادي يدير الضيف، اعتقد انه تختلف شيء. اذا قبل الحدث المحسن الفكري نشين على مستوى المنطقه ماني تعيشه، اجغان حراك وخا جوايك السيف والاسم الحراك نخ، ولكن جغان احتجاجات ناتجه عن يوذان فغن ضد نخ الرفض السياسه المخزن ديال المنطقه يا ثقمانين مخدين تجلي اغتيال نجم التلميذ جاي يتابع المستوى نفس البكالوريا توقع أزمة صحية من بعد الموت. إذا شي ذي الفترة يا ثقمانين جا في أوج ذي الأنشطة ذي اللجان يعني ذي حركة، وبالتالي مديوس الحدث لاغتيال الجريمة والاثنين في ظرف يعني داخل نفس الشهر، يعني نواكب نشيل الحدث هو قمالي لأنه السياسة دائمة تسميت ممارسة المخزن ديال المنطقة وتجيبوش حاجة تسبب الجديد، لأنه دائما سياسة الاغتيال موجودة في المنطقة نعرف، وبالتالي تسمى مش نيخ واجب وش صفغة نغض الحدث ني اغتيال محسن فكري، طبعا السوارخ تسمى تجري بينونش واجب وش صفغة نغض الحدث هو وإنما وميثوق على الجريمة يثقمانين شي جن تواجد في الميدان. بل أكثر من هذا ما نعقب شوية قبل، شخصيا في 2011 تعرض في محاكمة نتيجة عن مجموعة التحركات مجموعة من الأنشطة النضالية ذي المنطقة، تعرض بل أكثر من هذا تعرض في محاكمة ونشعل هو السن القانوني وعاد تعقارخ جات أقيد الفصل الدراسي من جات تابع أخذ الدراسة جات تزيد على السلطات تبلغ الاستدعاء لحضور محاكمات. وبالتالي هو صراع يعني من خصائص الفكره هو انه ولج الصراع يعني تسمى عبر الزمان نشين يعني المعركه مفتوحه اجر مخزن. اكثر من هذا زي بدايه 2011 نخوض المعركه طنقران اجر مخزن طنقران سوطاس، المعركه هي معركه انوال لان ماش سيور قبل ذي 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 الندوه يعذانا بعدك اني اير نيخ بان معركه انوال وجبود جبات نعتبر المعركه لان تسيد جيش السياق النغري وزخ التفاصيل، ولكن ما لنا معركه انوال الحقيقيه هو خوض تاريخيا بعد 2011، لانه في انش اقول تسمى بصريح العباره ما لنا نيشان المعركه وفندا يسير في لاجر مخزن وعب حنديس منذ 1956 الى يومنا هذا هي معركه انوال. المعركة إذا قمنا التصريفيين وشين الأهمية التصريفيين اعتبروا أن تسمى هذا الحدث احتجاج وفقط، ولكن تجد جدائج المعركة قوية جدا. إذا قمنا السوارخ خناس الاحتفال المشروع جاي تقرا مخزن إذ ذكرى معركة أنوال بأنوال ذيمكور 21 يوليو ذيمكور سنة، وقمنا استطاع نيريفيين تنسفن وباش تنسفذ ايجن تسمى المشروع نربخ خزنج الاطروح نربخ خزنج الحجم ما وقمني ويسير شا والناس في وقمني يسيد عبر يعني انطلاقا من 2011 الى غايه 2016 يجن سحب المخزن بشكل نهائي زبوانوار، ومقعمت ليس مواجهات وقعمت ليس تسمى شعر شندا يسيري فيان تدج المعركة تنقرات وجغاسج الخطاب قوي جدا مواقف قوية إيريفيان عبرا ذي المعركة إذا قام نخ الإرادة نصن ذي التدبير والتسيير، وبالتالي تدج المعركة قوية كان لكل شرف أنني وكبخت 2011
الى غايه تسمى الانسحاب من المخزن ديال 2016، بل اكثر من هذا تسمى جيجي وبكل فخر زدوا ذلك صنعا الحادثه وقمانيه. الحادثه هو جاب ذان تيريفيان شاش ندير المعطلين شاش ندير يصير شاش ندير الساكنه، ومن بعد الطريق الحركه الامازيغيه بوسط الريف الحركه يجي الحركه مهمه، يجي راس انشطه تسمى افعال احتجاجيه قويه جدا في الريف الاوسط بالخصوص، وتمام مشقاق دائما كان لي الشرف انني نجي اول منسق الحركه الثقمانيه في 2014، وبالتالي تسمى مرة من خصائص الخزيمانية. وهو أذكر إي وذاني جا بذان الحراك أجل بذان يعني الأنشطة نصن نخ النضال نصن أجل الحراك نيخ تسمى حتى مي بذان الاعتقالات عاد إي كذا بذان أد التحق غا الميدان من هي مهم، من هي مهم جدا، لأن أي فترة تحتاج أي بذان الناس تحتاج، ولكن دائما خصها ونفصل شال حدث الحراك اج من يوقع القبر اج المسار تسمى الكرونولوجيا ديال المسار من الصراع المعركه خوض فينا اجر مخزن زي البدايه ذا قماني اذرح مباشره غا اجن مساله نغني هو الاغتيال الشهيد محسن فكري في 28 اكتوبر جن 28 اكتوبر الحادث هو قماني يسد جيجن السياق امش سوار خزن بوان جين كيجن سياق الصراع كيجن معركة طويلة غير مخزن جاري في يندر مخزن اذا الحدث هو واجب ويزد من نواه واجب ويسد تسمى من محض الصدفة واجب ويسد خطأ واجب وقمني يسد في اطار الصراع اذا جاري في يندر مخزن الصراع وقمني دائما سيور خذي الندوة تخليد الذكرى محسن فكري ذي بسيء ذان اذ قال الحراك الشعبي في شبه الجزيره الايبيريه على مستوى ذا قمان اسبانيا سيور خذين دواني بانه الموظف خاصه اللي يخدم تسمى ذي المجال الداخليه يعني ذي المجال اللي غادي تسمى ما يسمى تسمى العمود الفقري للدولان بالمخزن نهار تسغاريف نهار تعيان غاريف يحمل معهم مجموعه من الاوامر يعني وتحتاج مثلا حتى زدوش الامر اي غينفذش العمليه لا يحمل معهم مجموعه من الاوامر من تجلنت الاوامر هذه نوعها مثلا ذي الاضطهاد الحقره وعمود امشي من الناس يوقعني محسن فكري لانه موظف يحمل تسمى يسيد تكوين الناس كله تسمى اوامر ضد المنطقه نعرف يسيد من اجل تسمى يجعل المنطقه تحت السيطره المخزن باش غادي يخضع هذيك اعاده اخضاع المنطقه الى المخزن كل موظف الا ويحمل تسمى الاوامر هنا وبالتالي السياقه وقمانية اتسال جريمه لاغتيال ام حسين فكري نش شخصيا علاقتي الاحداث فينا والحدث وقمانية بالخصوص في اول تدوينه يخذي فيسبوك تسمى كرد فعل ان صح التعبير في الحدث وقمانية يخطنا 29 اكتوبر يعني بعد النهار زي الاغتيال لان مراه مديتي في الشمس التدوينه هي من قاخ قاخ ليس اللي فاهم نازله الحسيمه المتمثله في جريمه قتل مساء البارحه يجب وضع الواقعه في سياقها العام مع استحضار الصراع السياسي بين المخزن والريف اذا دقا منين شين جنجع على وعي لان مش غير جنجع ديال الميدان ومجلس الحراك جنجع ديال الميدان وبالتالي جنجع على وعي الأزمة جنجع على وعي الصراع جنجع على وعي السلمية يعني المخزن بعد مباشرة الحدث في الشمس يعني اليوم الموالي 30 أكتوبر يجي يوقع أول شكل نضالي يعني أول نشاط احتجاجي في السياق الحراك اللي هو جنازة محسن فكري الجنازة هي جات انطلقت زي الحسيمة حتى تسمى ماني يتوانظر ذي المسيرة الثقمانية كان للشرف أنني أول من رفعته الراية نعرف العالم الجمهورية نعرف لأن ذي الوقت يعني جعل وادي فرص بو الحراك جعل وادي فرص بو مثلا القيادة الحراك جا الحراك عاد ما يعني عاد البداية جا المخاض الأول وبالتالي كان للشرف أنني التحق دغال المسيرة ويغتكي مجموعة ثلاثة بالضبط ثلاثة العلامات نعرف نعرف عندي المسيرة النير
حتى نخرج الطابع الهويه، نخرج الطابع تسمى في اطار دائما استحضار الصراع الجائدين يخوض الاجداد النخ اجر مخزن من اجل تسمى الحريه انسان نخ اقو حواس بصفه عامه الصراع النخ باش نفصل شالي انه الرموز الهويه لازم مثلا كيف فطوط مولاي محان كيف فطوط القادات التاريخيين ناري كذلك الرايه الجمهوريه ناري الرايه الجمهوريه ناري يوقع خاص الصراع من بعد التصنيف وذان وقع خاص الصراع على القران ذا الزوخه ذي نخرج الحاج العالم الجمهوري انا عارف وجه جديد يعرف وجه جديد للحراك ابدا بل العالم الاعلام الجمهوري انا عارف توشتين بوان وارد 2000 منذ 2012 العشرات ذي المعركه يجيني ريفيين تسمى مخزن على مستوى نوار توشتين دي جميع المناطق نعرف وبالتالي العالم وجه جديد نشي العالم جي مساله عاديه مساله تشبه الزيس ونكسيته بكل فخر وهذا نجي المشكل من تسمى يوقع يعذون ونتاكدي اذا تسمى اذا نفس في مثلا دي صراعات الاعلام من تسمى التاويلات كذا وني الاعلام الهويه في اخر مطاف ممكن كل شخص دي اول ما مشي خس ولكن وني تغيم جزء لا يتجزأ زي الهويه نعرف بل اكثر من هذا زي المستقبل نعرف يعني حتى وظن وظن حصاش هذه المفهوم من التراث وانما وذي المشروع في الحقيقه من بعد كيفاش تدوينه ربما تسمى تيريوي استثنايا تدوينه مباشره تسيد غوارير الادعاءات الملك ومن النبي انه ذي عظم التحقيق ذي من يوقع عندي ذي الاغتيال محسن الفكري كيفاش تدوينه بالضبط نهار 1 نوفمبر يعني بعد يومين زي الحادث الاغتيال طرح خلاص مساله اتدغاخ يعني يمشي التوسع قاخ لو كان للمدعو محمد السادس اراده حقيقيه ورغبة في فتح تحقيق نزيه في قضية الشهيد محسن فكري ومعاقبة الجولات كان عليه أن يلغي الظهير المشؤوم ظهير السفاحين محمد الخامس وبالفريج القاضي بجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية والذي يسمح لأجهزة المخزن بالتسلط والشطط في هذه المنطقة ذا قمني نشاخ فطن الظاهر العسكرة اعتقد انني ربما يمكن اول واحد يقترح النقاش من الظاهر العسكره ذي الفتره يا ثقمني لان من بعد كاد اديبا الظاهر العسكره كشرط من اجل الحوار اديبا كشعار الشعب يريد اسقاط العسكره يكافه مني وذا من يعني العسكره ولكن مش بعد يومين زي الاغتيال القراءه يقدر اغتيال من الحداث ما مش فاهم خنش الحداث هو ان الظاهره وقمني تسمى وقمني ديجن ازمه السبب من اسباب الازمه اللي تعيش عارف وبالتالي قاف بانه الملك في الوقت يعني من جغاس اراده حقيقيه باش هذه يقدم الجنات على العداله كان عليه اولا ان يسقط ظاهر العسكره لان الظاهره وظاهر ملكي ولا يسقط الا بظاهر اخر طبعا يبغي يصدع الملك اذا دق مني حتى القراءه نخدشين مش اللي خانتين جنجدي الميدان الحدث الجريمه الاغتيال محسن فكري ثم ذي ذي العقب قال مسيره اول مسيره ذي المسيره الجنازه قدم خجن تصريح تصريحني موجود في اليوتيوب نقلت مجموعه من القنوات قناه الاغلبيه قناه العنوان رساله من ريفي الى المخزن ذي يعني ذي البدايه الحراك ذي البدايه اول نشاط صرح خذي فيديو يا وقمني تاكد خ المشروعيه التاريخيه يعني خ المشروعيه العاصمه نعرف لانه التصريح يوقع بالضبط يعني تسمى العاصمه نعرف وش ذي اكد خ تسمى خ المشروعيه اكد خ بانه المخزن يفقد لاي شرعيه ذي المنطقه يا ثقمني وبالتالي ذي الحركه ذي البدايه الحراك جادين صراع جادين وانا غاس نوعي جادين معركه جات تسمى جوات جو البدايه المعركه جات ذا المعركه تسمى جيش المرحله تسمى جد متقدم المساله تسمى باش هو طويل خشي الطاس الحراك واش تسمى من بعد يعني ما من ايام بعد من يوقع واش يتحقق شي حاجه مش اعتقد انه هو يحقق والو ويتحقق والو واش تسمى تشاؤما وانما باش نفهم مني تعيش عارف الوضع اللي تعيش عارف حاليا ملي تعيش عارف النط ناتج يعني من الازمه التهميش الاقصاء ناتج عن قرار سياسي وبالتالي باش انا على الحصار واني خاف نكسر خصها نضال سياسي باش يعني واقعيين واقع خصو نضال اجتماعي ولا نضال خصها نضال سياسي
لانه ما امشي قال مثلا ما انتزع بالقوه لا يرد الا بالقوه. نفس الشيء خصك عمل سياسي، نظام سياسي، فعل سياسي قوي باش ممكن ان نحقق شي حاجه. ولكن في سياق المعركه نيري في ناجر مخزن، نشوف استعمال المصطلح هو نيري في ناجر مخزن، ما راه خصنا نستيوك شي حاجه نحقيت ذي السياقه وقمانيه. هو بعد ما لا نوجد انزعاج الجانب الاخر، ذي اعتقالات، ذي تحفيف، ذي القمع، ذي هجوم، ولكن في المقابل ذي نجد نقطه مهمه، هو النقطه التهجير. رغم ان التهجير اثار النص، ولكن بالنسبه للتهجير من سوق التهجير اجل الفئه نوذان اجانش من بينهم إيك في كان دي وقت يعني أميدة تسمو ذكرة اعتقال تسمى يوضع بأنه المخزن يعز الزخاخ ونفكاشا أن تسلم نيخا نسلم يخف النخ سوى الخيخ فينا أولا ما يمي يتجيك واعي الحجم الصراع ذي الحجم القضية نعرف ويسنين تسمى إيجن المخزن يجي راح كيتس معركة إيجن المخزن تعتبر فاقد للشرعية. كيف انا حسن سلم يخف النخ باش اخي حاكم طبعا وتدي بالمحاكمه العادله زكيج النقطه النغنيه بان الافعال الاحتجاجيه نخ الفعل الاحتجاجي نقا يعرف نخ الانشطه نقا نخ من زجان الطلب نخ جميع صوره في نقا ججان منين ينو من الزايس منين عادل ومشروع واجبو تسمى جان نقا ديال شي حاجه واجبو تنتف. اذا ثمانيه يجن شخصيا انه اضاف اخي جن اضاف اخي جن تسمى جن السقف اللي لازم خرج المعركه وجين شو طبعا الطاس الريفيين الطاس النشطاء انا لازم يجي المعركه انا المخزن هو معركه تحدي انه واخي تفشى المخزن وجبو يسير الحال وجبو تسمى منيه وجبو يزدا مني. ولكن مثلا نجي غاري وعي المحاكمات السياسية وقع عند المغرب ملي كمل ماشي غير ريفيين وازي 56 المحاكمات السياسية نجدو سينت تسمى التاريخ الأسود نرمخزن السنين جيدا كذلك في إطار العلاقة الريفيين اللجوء مثلا تجربة محمد بن سلامة مزيان القائد الانتفاضة 58 59 نسن مش يسال ان رنت راح غامريتش يطلب اللجوء جيخ مطلع جدا تجربه يا ثقماني الشخصيه يا ثقماني. اذا السياق ويسين انه شنو وان تسليم شهر مخزن انا اظن معركه ما نوض انه المخزن يطفى قالوني انت لان المصير قد نسليه من يعني ما ننجم قالوني انت ولكن لحسن الحظ الله انه نجم بل اكثر من هذا ذا خسد عقب خان نتائج الحراك هو ان الحراك قاخ ما راه يحققش النتائج هو النتائج ادوين اللاجئين السياسيين لانه ما يمي اللاجئين السياسيين انتاز عند اعتراف دولي اعتراف بموجب القانون الدولي الحجم نخص الانتهاكات الجرائم الحقوقيه اللي ترتكب المخزن ديالي تقمني اهم النتائج من اهم من نتائج حقق الحراك ده. لانه الحراك خمز وعلى معركه دائما توقع عند احداث قام اعتقالات دائما السلسله يتكرر 56 تكرر ديالي ولكن ثوريه بالضبط ربما جالين يبدا طالب اللجوء قبل ولكن وجبوا الحجم من ثوريه من الحراك الموسمه وقمانيه يجادين وهي تسمى موسم الهجره موسم هجرة الريفيين رغم تختلف الوضع ماشي الاسباب اعتقد انها تسمى لا تختلف رغم تسمى ذي البعض كوني جند السبب مثل المباشر ولكن الوضع العام لا يختلف ولكن الوضع القانوني الحقوقي المهجرين الريفيين لاوروبا اختلف بالنسبه للفئه اللي استطاعت ان تنتزع عن اقرار دولي ما يسمى الحمايه الدوليه اللي جاءت تواجد عند اوروبا تعيش تحت نظام الحمايه الدوليه اذا لين تنتزع عن اعتراف بموجب القانون الدولي بانه فعلا المخزن يرتكب جرائم حقوقيه انتهاكات حقوقيه ذي وجه نقطة مهمة خصها غاس بالدخ هو منح جوازات السفر للاجئين مثلا نش احمل جواز السفر ذي 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 الصفحة الأولى ذي جواز السفر ذايس استي دوكومنتو فاليدي بارا فياخار ا تودوس بايسيس ديال موندو اكسيبتو البايس دي ناسيوناليداد يقراش يعني البطاقة الجواز السفر وقمانية يسمحاش باش تسافر غا جميع بلدان العالم باستثناء البلد نجد كسر الجنسية أي ذي الحالة يتقمني ضد المغرب وقمني إجن اعتراف جد مهم أنه تسمى تخولش التجوال والتنقل لجميع البلدان العالم باستثناء البلد لأنه فعلا يشكل خطر في الحياة نجد
اما تعرض للاغتيال او السجن او التعذيب او الى غير ذلك. اذا تم القانون الدولي للسياقه وقمني يحذر اللاجئين الريفيين من العوده الى المغرب، من العوده الى البلد لاكسين الجنسيانس ناسيوناليزانس. وقمني مع الاسف التصريفيين وسط 12 نقطه يا قمني، التصريفيين وسط الاهميه، ربما احيانا تسمى نهتم ببعض الامور التافهه، اقول التافهه، بعض الامور جات تسمى وغاسبوا النتائج ولن تحقق اي نتيجه، في المقابل نهمل بعض الحوايج جا المهم من الطاس. اذا تسمى من خلال اللقاء او قمني اؤكد انه ما الذي يوجد فعلا غاسن رغبه، يعني غاسن اراده الدفع عن خريف، وخاصه ذي الجانب الحقوقي، ما يسمى الجانب الترافع الحقوقي، هو العظم الملف وقمني. لانه اقول انه واخا يعرف ذي الاعتقالات ذي التعذيب ذي قرون من السجن، ولكن في المقابل ذيني لاجئين استطاع نشطاء ريفيين قبل ما ذيني اللاجئين النشطاء، لان ما ينطلق ذي الجن جن جا جروب ذي الجن، ولكن شا المصير يتغار حبس شا كوري الجن ما مشي ما مشي ومي تشتتو ويرا وما مش نقا كوري الجن تسمى ما مشي يسورا نوستان ذيني، وذان انه انتاز عند اعترافات حقوقيه مهمه، اعترافات الانتهاكات الجسيمه اللي تقدر مخزن ديال الريف واز خوات سي ورخمه مجدي السياق المعاناه تسمى الشخصيه، لانه شخصيا اذا تجي على علم الحجم القضيه يا نعرف نهار من خارط خذ الحراك نيخو من خارط تسمى امشي ني خانجي نهار نعزم في الطاوين نخ نشين نقاوي ما مش قاوم من الاجداد نخ واز خوات سي ورخ لي ديتاي يعني خرب عن تمسلا ينتمى جان بيرسونال مين تي واسيخ شامي ديغان فعنت ايوضا المغنية لانه مانا يتسمى جيجيخ مشي نيخ على جيجيخ مستعد جيجيخ مستعد يتبعات كلشي مانايا وبالتالي تسمى وطول شيء رغم انه وقعت معاناه حقيقيه الاعتقالات العائلات ناخذ التصل كعفوص التصل ولكن رغم ذلك نشيل مانيين جدا مستعدين ومانيين عن قناعه ونحاول خذ هذا الوضع تسمى الحد المدخلين اتقذ ومشت ورا تنغنيه اتقذ سليم مريث مثناخ وتحياتي لكم جميعا. هم زواخ خد شكاخ إثم أثنخ ذي وشين الفرصة باش ذي نخي جمهور ذي الحق الحراك نعرف إخ فتعذو واسق قمشة فتعذو خاص 65 سنكم يبدأ واسي ورخشاخ من ذي يقانش ذي جد بنادم ما مش نقول بذن نغني يعني تجري بينون إخ تظاهرات إحضاخ وذنك السيوراخ إلى آخره كتا خصان خزاخ الخزاخ شويت من يوض من يجا من يقاد قوذان بمشي عذو وكتا ما يقيمش عن راثها بدين شغا الزاث من يغانوض نيخ من ينقوا غمزوا من يقا يسبان ديوذان نخص دهارس ديوذان الطاس باللي قشعشين جن الفكرة وقبرنش الظلم وفورني تجين روروف نينو ذا نغاز زناقي وطواسي جي حد رحسب نايم زوا ويسن حد باللي مرات صغوية خشان القضية غطفونا نشتوي نينو ذا نغاز زنقث إذن وفورن سني قارن باللي تغاذين عزون وثنغاز زعمن نيخوص نغاوشن أور نيخوص نيني قان شيس نيني يلا نبدا نصغي خر حق النخ هذه جن تنقيت منايا التصنيف ذا كان قينقص شتو تاريخ السنين اللي غواني 2016 2017 2018 وغير بدا ديني التظاهرات ديني الاختلافات ديني الخلافات جاودا وايد همي المهم من ترى الصور ميخاكن الصور 15 ثلاثة غادي نحاس تصبح انت إيو ذا نيك فوندي الزناقي بعدا غنخ شواتي خوكو الشي غنقص فيديو نصوا إيو ذا قبر ما دياس شغران كوفيد الوباء أوا تسمى سبدي وذا وزمان طفغن تو غادي شويه يعني ماشي شويه تو غادي نطس نطس فوق برا وان سيمانه غايا وضي وذا تلقى المبادرات تتصل نقي سياسيين نتمورا اوروبا إيو ذا نعاود غادي خذ المغرب السوارن ترى الحاجة ثا وانز ما تنتو ويس ثنين الحراك السوض أوار
القضية النص في وضغة بارا السنة لا في وضغة بارا يعرف السنة مرة ولكن في وضغة تبنانت نيخ كسينت نيخ ومن الزيس الذي وذاني قد جان بارا بارا يعرف وانس من شيخ من سنة غارف وجن شديري فين وذان زي ومنقاش زي الداخلية نيخ زي ثمورا نغني زي الأقاليم النغنية المغرب نيخ زي ثمورا نغني قبارا الذي وذاني ينا ومن الزيس ساندن الحراك سيور نخاس جمعيات حقوقية وذان وحد سان إلى آخره هذا ديش نحاش تسمى إكسبيت الحراك ماشان جن حاجة النغنية واثوقع شان هي الحراك سخفن سقوصا نسيم جوارا توغي السوار خارفوا غاصر حق ذي السور خارفوا مش نو كور من المغاصر حق ذي السور خدشان نسوا غاصر حق ذي السور حتى خزنق نسوا يجب نادمي السور خدات النس يعني زي سيدي بدا بنادمي بدا تسمين دي سيو سني طاحا من دي سيو كجن ماشي نقان يخسدين يخذا الحراك توغي خسا هذه السور خ المغرب مارا لا توغي خسا هذه الصدهاي وذا النظني باللي من تحاق انت لان السور كي جن الدوله قناه الدوله المغرب والسور شان اك العماله نخ اك الولايه نمشي سقان الحاله نخنا حسيمه طنجه نخ السور اك الدوله تكمل اذا مارس السور ذاك الدوله يخص تخزادي وذا غادي تجر المصالح باش راني اثنين يمكن كيش السور يمكن كيش بدن اكدو اني هانت تمسرينا وانا الحراك هذا مش نور الحراك نجراد مثلا شيخ في النس توغادين باش نتنسيق جراس ما باش نسن الشنيخ ولكن يوداني تسمى وين شويه المثل وين شويه العبره غاني نيني استفدن زي مني وقع عندي الحراك نعرف واخا غونكا تزريم شحال الاعتقالات كي وقعن اكدو اني يودان فرنس غيون خر حق نسن وخا وايد شان شال الحراك ونزما نسن باللي الحراك وادي سني جيبو براثا من تنس زعمن من زعما غادي خزان غادي في جنيك 26 سنه خواور السيوروها السيور خر حق الناس يقاد يتسد من هذا المغني يمكن سيخ في الناس يقارس كيفاش نشوف السيور شقاع تي جن مثلا شتي 20 سنه ناخذيني وبدا نعاود تاكل السيور المعلوم ديني وبدا تاكل السيور مش ما يقار حار خميس السور من المخ شو بدر ديش المجتمع واثي فهم مليح ها ما يعذو من يعذو وزما دي السيور غاز الزاتة شينا ها من دي قوان ها من دي قوان خوش نخمين نصور خلحي راك نخزاتي مسرايين يتجاني تسمى باين اضحان تبليني خوحاد تم سرشت ونسموني نوذاني وذان السنين اللي غاس نجن الجهد وموني السنين اللي طمن غانا كجن مخزن غاس الطصن الجهد و ويتعجز هذه استخدم هذه استخدم العنف هذه استخدم خارقا هذه استخدم التحالف تجيو ذا النغني حمى تضرم حد الى اخره المهم الدفع خل المصالح نس سمين زمه ما خصني يخدم الصغه الزاث أربعة مسرين تقيمان هي مرة خزا غاد فا انت ما وقع شنو نهزين يوذان يجيتيرين دوك نهزينين تفكان من يعذون وتيرينا كي سنطاش من وذان واسين من يوقع نقبر ولكن سو نهزيني وني حسان غايوذان نغني تسنط ناسن سوار نخمين يعذون قبر مش نور خوذي ذي الحراك يوذان جبدن حتى ثم سريين وارفان وحيطاش الرابع الشمالي فيقيا ذا الشرق الأوسط السوار نخ أحداث النور في 1984 السوار نخ في 1958 59 تعقل حتى غاد فان السوار حتى شبه إبادا ومن تقبيتش نبقوين ثم سرينا ثم تسمى خمي دروس غرانت تسنتي تسيذمن تسنتي تسرموك تسنتي تسرح بوسات تسنتي ولكن أمويت قد الدنيا يعني من يجا بنادم يرمز كون غني ولكن خمي يتعمار من هي تدور غاسيش الذاكره ما تسمنش الشعب النوبه المعره تيري غاس دوك زجيف الشيخ فينو دي الثمانينات عقرخ يسريخ مايا مزواره من وقع عندي 58 59 سريخ دروس تسمى واسن خمد الاشاعات ما ستي تما عاد دسنت السنوات واني من هي بنادم خاصي غا غادي مرقه غادي وبدان غادي زان افلام وثائقيه غادي زان الى اخره إذا خمين تصور في الحراك وزما ذات وزن ذاتين إذ بالله
كيوضني خوا يوض المطالب يدي الساس، مطالب من السبيطار، مطالب من الجامعه، مطالب من الشغل الى اخره. ثاني من قاني وذن وات بخش الاحداث الطس كان بالذين ربعض نزيث وماذا ومن اخ تغنيش المشروع عن السبيطار الى اخره، ولكن خواتي في لغه الثقه لان حتى مريض هذه جريده الكترونيه تورد المخزن تسمى وانز مانسن. هذه النقطه مهمه اتبع نحوايج الطاف وغاخي تجي شادي الطابيث ماشي نصغيون الطلب الى اخره. صافي انت غادي يعدو الحدث وذن واتكنشات تسمى واتسلسل نشات مسريين وهن تسلسل نشات طافي وطافح وما غاسني يرين غيش التراكم إزيغا السيور نذقن عنا يويا أمس فهمن وإزيغا زيان المخزن مثلا الحكومة يعدون تكشا الوعدة تكثينة تكثا أتس الحكومة نغني غا تكش الوعد عاود تانية أنا أتس الحكومة أوانس تكش الوعد النظرية وهذه نبوش الثقافة تسمى عقلانية تقواس شوي شوي توزنت انتقاد ماشي واحد يني وذا انا قاين ديني ولكن كمؤسسه يعني واتفخش انا يا التصاعد وذا من خص ديني خص مسرش الثاني اذا بالنسبه للحراك اماني درنت الثقافه نوذا تسنن باللي مظلومين يضرمي مثل مخزن الطاس رمذن زمانية استفدن غاس نجني استعداد الاحتجاج ذو من غير إلى آخره وانز ما تسمى نغاية نتتابع طبيعة الحالة دي رينا هذه وضغة ابن ماذا استخدم العقر الناس هذه التال مطالب الناس هذه يخدم في إطار مؤسساتي هذه جمعيات هذه منظمات هذه باران هذا آخر إلى آخره ولكن وانز ما وانز سيني وذن من ثني السنة الزن دي نجن غضب ضم قران وملاحظ ونك غاس سيورد في يعني عليك غارق شوية من الباحثين ستيت في الجامعات المغربية أعزون مش نوع علوم الاجتماع علم النفس نخ يريد في ذا بعدها غادي قلنا ذا أعزون شوية التأثير من الضغوطات تيجي تقول مخزن خيوذان ولكن يمكن ذا دين ليش شنع موضة راح نعرف بس هو مرة تجوزن شوية وين تجوزن الحدود نسي إذا من يخص ذي نخش ذي مسرشت الحركة تلخص في جمال نغني إيجا التصنت مسرين واد هاند و يعني وات بين انتي وذن ماشي واد هاند ودانت لا وات بين تشي وذن غامت هازو الخصم تنتفض في مسرين هنا السهادي وذن باللي زمان المونن غاسني نجهد وموني ضم قران السهارة سنتعاود ثاني هنا باللي الدول مباران يا اخي وذن مبارا يمكن كيس نتضمن يمكن لا ولكن كلش نخزر المصلحة نس ثلاثة نقيت عاود طام قران ما تستور ذاك المنظمات الأحزاب ذا المنظمات المدنية ذي المغرب غادا خير نيخ كثيني مبارا نيخ مهم وذيش ندوسي ذا مقرا إن ثا تنقيت مهمة من دي قوان غازات نشتوار إخ مرا خمقا تنقص الجائحة إيان الزماني وذين ذمونا نظفن غاز ناقيا هذي كان ومن غير هذي كان التظاهر هذي كان ووار هذي كان وصغيور إنه وذن واتي حرنشا سمانيا بخميت جا الظلم لابد أن تير المقاومة الناس وتتان ديري استفدن بعد إذن قراح نتسمى ضحان السنوات زي العمار نسن إذن إينا طغيما نتسمى ذا الرمز الاحتجاج ذا الرمز التظاهر ذا الرمز العائلة نسن كذلك عاود السباعة كيس نقين ذا مارا الجهد كيسن الجهد سجهد نسن يعني من كيسن الجن سجهد نسن بارا الجهد نسن مارا دواي غارنش تنقذ نيخ توغس السيورخ بدون نيخ ونيتا تقذ نيخ كني وانتتان جنتي وشان يعرف حسن زنهاران وحسن كتاز سكذ النظ انتتان المعتقلين مارا السياسيين خصنا هذا سندرقن ماشي هذا سندرقنا مني وهذا سندرقن شي من نفس الاعتذار لان ما ناين السنيث الا ديجن الظلم ضم قران وهذا سوا هذا هو النقاش ما ناين نجمع وذا المعره اي ثمان اسما على الفانيتا اتفيدني وضك ومغارون قالوا ومسوره اذا نسيتين اتفيد سيم زي شويه من الريجف اتفيد الدولم غيعرف ظلم حمتف انخارصف دي كيمر النخ المخ ذخة مساء فقد مطاس خوفاري ذخ في الجيم فقد مطاس يمصن ذي مغناس يكيد نخيش عشان دي جيرثا أي ثم دي سماء قبل يكون نمصفل نخسر كنيون سفكار باللي في ورا ومهروانا مرعري في نعزمن يثوم مسلشت نخيل انخراط ونقارون إمار رئيس قسنون
من ما تخصت السنم إزمار أكيد نخط مصوّضهم إيميل إذا وندي تبان ذانيتا نيخ نمرو نواتساب إغات ورام أكينخ ذانيتا أثقى دوم أثشنا يوم فنمرت.